السلام عليكم. إذا كنت من المهتمين بأخبار العراق لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بجديد الأخبار. أفاد مراسل إرتيل يوم الأربعاء بمقتل نائب القنصل التركي إطراء إطلاق نار تعرض له دبلوماسيين أتراك في مدينة أربيل. وتحدثت وسائل إعلام كردية عن مقتل 3 أشخاص في هجوم بإطلاق النار تعرضت له مجموعة دبلوماسية أتراك داخل مطعم في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق وجرح عدد آخر. وذكرت شبكة روداو الكردية أن القوات الأمنية توافدت إلى المكان وقطعت الطريق القريب والمؤدية إلى المطعم الذي وقع فيه حادث إطلاق النار وهي تلاحق مطلقي النار في هذه الأثناء. وفي الأخير إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة للتوصل بجديد أخبارنا العاجلة والحصرية وشكرا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.